اتفضل ادخل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. مقدم محمد طلعت من شرطة السياحة. غني عن التعريف يا فندم، بلغوني طبعا. اتفضل فندم. تشكر. اتفضلوا. تشربوا ايه يا فندم؟ احنا مش جايين نشرب حاجة. مين الأستاذ يا فندم؟ أنا ابن خالها. ولا كنت فاكرها لوحدها ما وراهاش حد؟ يا فندم لو كل موظف بيتحقق معاه عندي إداريا جاب ابن خالته أو حد من قرايبه احنا مش هنخلص كده. محامي مدام شمس اتقدم ببلاغ رسمي ضدك، بيتهمك بالتحرش بمدام شمس، وانا جاي لك دلوقتي في شكل رسمي عشان احقق في الواقعة دي. والله ما عارف يا فندم، هي ما كفاهاش ان هي تتهم الشايل الغلبان ان هو اتحرش بيها، كمان بتتبلى عليا. من حقي اسمعها قدامك ومن حقك تنكر، ده حقك طبعا زي ما انت عايز. طبعا يا فندم. اتفضلي يا مدام شمس، احكي اللي حصل بالتفصيل. انا كنت موجوده في اوضتي هنا في الاوتيل ولقيت الباب بيتفتح بالماستر كي. ياسر دخل الاوضه وحاول يتهاجم عليا ويتحرش بيا، وطبعا انا قاومته وحاول يقنعني انه ممكن يتجوزني في السر. حضرتك انا مش مصدق اللي انا بسمعه. الهانم صديقه شخصيه لينا كلنا، لمراتي وليا. كنتش اعرف ان خيالك خاص بالدرجه دي. ما تفكريش تشتغلي في التاليف؟ احترم نفسك. حاضر يا محترم، هحترم نفسي وهسمعك الكلام المظبوط والمحترم. يا فندم انا بطلب شهاده العامل الغلبان اللي هي اتهمته ان هو اتحرش بيها، بطلب شهاده مدير الشؤون القانونيه، بطلب شهادة نيفين مراتي اللي هي صديقتها الأنتيم في نفس الوقت، وبالإضافة لشهادة طبيبتها النفسية الدكتورة فريدة حلمي. دكتورة نفسية؟ أنت راجل مش محترم، وهعلمك الأدب في مكتبك. من فضلك. أنا لولا حضرتك موجود كان الأمن بره دخلوا وكتفوه في الكرسي اللي وقعد عليه ده. أرجوك يا فندم، بس من حقي إن الحيوان ده يطلع بره مكتبي. كلنا هنطلع بره مكتبك، بس هنروح نعين الأوضة اللي تمت فيها الواقعة. ممكن؟ أكيد يا فندم طبعا. اتفضل يا فندم. اتفضلوا. يا شمس مفتاحك يا مدام شمس؟ ايوه. الاوضه هنا ليها كم مفتاح يا استاذ ياسر؟ المفروض 3 يا فندم. واحد بيبقى مع الاستاف، وماستر كي بيبقى معايا، وماستر كي بيبقى مع عمال الهاوس كيبنج. بس هو دخل بالماستر كي بتاعه هو. يا فندم مش معنى ان انا معايا الماستر كي ان انا ممكن ادخل الاوضه بتاعتها. انا بجد مش متخيل الادعاءات اللي هي عماله تقولها. الموضوع ده حصل الساعة كام بالظبط يا مدام شمس؟ مش فاكرة. شمس، أنت كلمتيني بعد ما حصل الموضوع بقد إيه؟ على طول. تقريباً كده الساعة 7. كنت فين في الوقت ده يا أستاذ ياسر؟ الطبيعي يا فندم بين مكتبي أو إن أنا بتابع الأوتيل، وأكيد عندي شهود كتير بالموضوع ده. لا مش محتاجين شهود خالص. إحنا بس لو سمحت لنا نشوف التفريغ بتاع الكاميرات. من الساعة 7 للساعة 8. ومن خلاله بقى هنعرف اذا كنت جيت ودخلت الاوضه في الوقت ده ولا لا. بالظبط كده، معاك حق يا فندم. اتفضل. ان شاء الله يا تيتا يحيى هيلاقيها. طب اقول لك يا تيتا، ما تقومي يا حبيبتي تستريحي في اوضتك شويه. يا تيتا احنا اي حاجه جديده هنقول لك عليها. عشان خاطر يا تيتا انت شكلك تعبانة قوي. طب بقول لك ايه يا حبيبتي؟ ايه رأيك لو اعملك كوباية ليمون تروق لك دمك؟ بالمرة اجي احكي لك على موضوع الكلية عشان تعرفي ان انا مظلومة. مالك يا تيتا؟ تيتا!
تيتا مالك يا تيتا؟ تيتا 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 ردي عليا تيتا يا تيتا. والنبي في ايه تيتا؟ تيتا كلميني تيتا يا تيتا. استني يا سلمى، استني يا بنتي، دقيقة واحدة بالظبط وهبقى جاهز واجي معاكي. بسرعة والنبي يا عمر هكلمني فين؟ حاضر. هتروح برضه؟ افتكري أفضال الست علينا، وبعدين شوفي كم مرة وقفت جنبنا، مالهاش دعوة باللي حصل لابننا. إيه؟ أنت اللي يهمك إن أنا أطلع عليلة الأصل ونكرة للجميل طبعًا، ماشي يا ربيع. أنا متشكر لحضرتك جدًا، مش عارف أقول لك إيه الصراحة. ما تشكرنيش لأن ده شغلي. المهم دلوقتي تتفقوا لو عايزين تقفلوا المحضر ودي. طبعا لا، لازم يتسجن يا مدام. ما تزعليش مني، والله العظيم ما كان ذنبي، هو اللي قال لي. ياسر ممكن نتكلم لوحدنا؟ طبعا يا حبيبتي اتفضلي. يا فندم هو مش ممكن يهرب كده؟ ما تخافيش، يلا اتفضلوا معايا. سلمى؟ ايه اللي بيخليها تتكلم في وقت زي ده؟ الو؟ يا سلمى في ايه؟ شمس الحقيني، انا اسفه ان انا بكلمك في وقت متاخر كده. مريم هربت ومش لاقيينها. هربت يعني ايه؟ راحت فين مريم؟ مريم عندنا في البيت. ليش؟ بجد؟ سلمى هشام معايا بيقول ان مريم عندهم في البيت، اطمني. بجد؟ طب الحمد لله. الحمد لله. بس في مشكله تانية، تيتا تعبانه قوي وخدناها المستشفى، والمستشفى بتقول لنا ان مفيش ولا اوضه فاضيه. ايه بتقولي ايه؟ مفيش اوض؟ صباح تعبانه؟ مش لاقيين ولا سرير لتيتا يا شمس في اي مستشفى. طب اقفلي اقفلي وانا هرجع اكلمك تاني على طول. مش معقول مش لاقيين لها اوض. الو عماد، لو سمحت يا عماد انا عايزه منك خدمه ضروري. صباح تعبانه قوي ولازم تروح المستشفى ومش لاقينها ولا سرير في اي مستشفى، لو سمحت ممكن تساعدني؟ طب اهدي انت بس وما تقليش نفسك. اسمعي، ابعتي لي نمره سلمى في مسج وانا هتصرف. يا ست لا تعب ولا حاجه. مع السلامه. انت ازاي عملت كده؟ ليه عملت كده؟ نيفين انت اكتر واحده عارفه جوزك، وعارفه انه بيعشق الستات، واتجوزتيني وانت عارفه كده. عارفه، بس ظهرني كنت مغفله، كنت فاكره انك هتعقل بعد الجواز. ما لقيتش غير شمس، عز صاحبه ليا، دي اختي. وعشان كده انا عملت كده، اتجرأت وعملت كده. بس انا ما كنتش بعمل كده علشاني بس، وعلشانك انت كمان. علشاني؟ طبعا. شمس مليونيرة، ولو كسبت القضية كانت كل فلوسها رجعت لها تاني. اكيد انا وانت كنا هنستفيد، مصاريفنا كتير واحلامنا اكتر. ولو خسرت القضية كنت طلقتها ويقدر ما دخلك شر ولا حد عارف حاجة. عرفتي بقى ان انا كل ده كنت بعمله عشان مصلحتك. مصلحتي. عرفت انك اسفل واحقر انسان انا شفته في حياتي. هتطلقني بكره يا ياسر.
هشام، هشام انت رحت فين يا هشام؟ انا هنا موجود. انا عايزه امشي بسرعه من هنا، عايزه اروح لصباح. شمس شمس شمس، انا اسفه انا اسفه، انت كنتي صح، انا اسفه. لو سمحتي انا مش عايزه اشوفك تاني خالص. شمس انا بتاسف لك، اعمل ايه اكتر من كده؟ شمس دي صديقه عمرك، اكيد يعني مضحوك عليها. ايوه هشام، قول لها قول لها انا كنت غبيه ومعميه. شمس انت عارفه انا قد ايه بحبك. بيحب حد بيثق فيه بيقف جنبه. انت عايزه ايه؟ عايزاكي تسامحيني يا شمس، سامحيني. عمري ما هقدر اسامحك، عمري. الحمد لله، التقرير بيقول ان حالتها بقت احسن كتير. الحمد لله. معلش يا دكتور احنا تعبناك معانا. ما تقوليش كده يا سلمى، صباح دي غاليه عندي قوي وهي عارفه كده كويس. ان شاء الله تقبلنا بالسلامه. ربنا يطمنك يا دكتور. يعني هي ممكن تخرج النهارده يا دكتور؟ ما اقدرش اقول لك امتى بالظبط الا ما نطمن على نتيجه التحاليل، بس واضح انها ما بتريحش نفسها وبتلخبط في الاكل. احنا اللي تعبناها والله. طب يا ستي سيبوها تستريح شويه. المهم اليومين اللي قعدوهم هنا ما تتعرضش لاي توتر عصبي، اوكي؟ حاضر. بعد اذنك. اتفضل يا دكتور. طب يا عم ربيع النهار طلع، روح حضرتك بقى. طب مش عاوزه حاجه؟ ربنا يخليك، ميرسي. كلميني لو في حاجه. حاضر ان شاء الله. معلش احنا تعبنا حضرتك. لا لا تعب ولا حاجه، ده واجب. والله العظيم يا دي يا مكرونه، شويه الكوركات اللي كانوا معاك امبارح خلوك تفرت مني، انما النهارده لو ما قلتيش البت مريم فين مش انا اللي هتكلم، دي اللي هتتكلم يا عم. ترفع مطوتك عليا؟ اللي انت بتعمله ده يا عم يحيى مش مكرونه اللي ترفع عليه المطوه يابا. وبعدين يا عم والله ما شفتها من امبارح من ساعه ما كنا في القسم. يا ابن اللذينه لسه فيك نفس تحور؟ طب اقسم برب العزه اللي شايلك في وشك، لو حد فيك يا منطقه هيحوشني عنك. انت ايه كنت فين؟ يا عم انت يخصك فين؟ كنت فين ولا انت يا عم؟ كنت عند رمضان كبده يا عم بنضرب كيمياء على السطور. حتى خد اساله يا عم، اهو الموبايل اهو. هات الموبايل يا حبيبي، هات ياه. ماشي يا روح تضرب كيمياء. اه رمضان. لا انا مش الاخ، انا يحيى. الواد ده كان عندك بيضرب كيمياء معاك على السطوح؟ ست مالها؟ مستشفى؟ طب اقفل انت دلوقتي. امسك ياه. يعني حبك تفصل في ليلتك؟ هتعمل مكمل من عندك. خد يا زميلي من غير ما تستأذن. ما تزيدش ياه، حسابك تقيل، اصبر. ماشي. أنا سلمى. أقسم بالله لسه شايف فاصل دلوقتي ما أعرف. الحاجة مالها؟ مستشفى إيه؟ طب أنا جاي. لقيته الهانم؟ فين بقى إن شاء الله؟ لا عارف المنطقة كويس، هروح أجيبها وأجي بالراحة.
ده انا هبقى بالراحه خالص، هبقى نونا. مع السلامه. براء انت يا زميلي المره دي، ويبقى ليك عندي نص جنيه يا عفنت النداله. ماشي يا عم يحيى، ماشي. يا بنتي افطري، انت ما اتعشيتيش من امبارح. ماليش نفس اكل. لا حول ولا قوه الا بالله. انا كلمت هشام وقال لي ان هم قربوا على القاهره. وصلوا بالسلامه. يا ساتر يا رب، مين اللي هيخبط جامد كده على الصبح؟ مش معقول يكونوا وصلوا بالسرعه دي. مين مين مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دي شقه الاستاذ هشام؟ ايوه يا ابني. انا والده في حاجه؟ وانا اخوها. يا امي وانا سايبه، اقسم بالله افرمك انا. فين يا ولد انت؟ انت هنا ازاي تخش الشقه كده من غير استئذان؟ اقول لك يا عم الحاج، انتوا مالكوش فيه اصلا، خدتوها من الشارع وبعتوها عندكم، ربنا يخليكم وتشكر. انما المحروسه دي تبقى اختي الصغيره، اعمل فيها اللي انا عايزه، يعني ملزمه بيا ان شاء الله افرمها. وهي مش هتخرج من هنا الا مع شمس او مع جدتها صباح، ايه رايك بقى؟ جدتها صباح؟ جدتها صباح اللي مرميه في المستشفى عشان الهانم هرمت من البيت. تيتا حصل لها ايه؟ اقول لك ايه، ما انت بارده، تهربي من البيت وتيتا حصل لها ايه؟ بص يا ابني، شمس جايه في السكه دلوقتي، تستنى هنا بالادب. اهلا وسهلا، مش عاجبك اتفضل بره. تخرجني ازاي يا عم الحاج؟ شوف البجاحه. هتطلب لي البوليس؟ لا يا حبيبي، تليفون صغير لاهل الحي هيملوا الشقه هنا وهيفرجوك بقى ازاي بيتعاملوا لما بيلاقوا واحد حرامي زيك، ايه رايك؟ تستنى ولا لا؟ ولا اصل انا وهي اخوات، اكيد هنتقابل. اخوات؟ يلا امشي في داهيه. عادي عادي عادي، بره يلا بره. عادي عادي يا حبيبتي. ايه البجاحه دي؟ اهدي بس، اهدي اهدي. يا ساتر يا رب، يخرب بيته سايب مفاصلي. انا ما شفتش زي كده في حياتي، اول مره في حياتي اشوف. هو ده اللي حصل يا تيتا، وخلاني ما اقولكيش اني ما بروحش الجامعة. ايه اللي خلاكي ما تقوليليش يا سلمى؟ ما كنتيش هترضي. بعدين انا ويحيى اتفقنا على كده. على فكرة يا تيتا، يحيى هو كمان بيشتغل. يعني يا بنتي نعمل كل ده والاخر انتوا تشتغلوا عشان تصرفوا عليا؟ نصرف عليكي ايه بس يا تيتا؟ احنا بنشارك في مصاريف البيت اللي هي اصلا مصاريفنا. ومريم هي كمان شغلتوها؟ لا والله العظيم، مريم بالخصوص قلنا لازم تركز في مذاكرتها. حكيم هي مركزة قوي. ممكن ما تشغليش بالك بينا يا ست الكل. أنا بس حبيت أطمنك إن تربيتك تمرت فينا. والله العظيم إحنا مالينا أي لازمة منك. حبيتيني عليك يا تيتا. يا رب مش فيني عشان يا رب غلابة ملهمش حد غيري. أمين يا تيتا إن شاء الله. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلم حضرتك، نورتي بيت خالك. الله يسلمك يا بنتي، نورتي بيت زي ما أنا خالتي. الله يخليك. الحمد لله على السلامة. يا بيه لو كان عايز يضربني لولا عم حسين ضربه. عيل قليل ادب مش متربي، جاي يتهجم عليا هنا في بيتي ولا كاني موجود. حقك عليا خلو، بس انت غلطانه برضو يا مريم، ما كانش المفروض ابدا تسيبي البيت، ما ينفعش. يعني انت شايفاه انا كمان غلطانه يا شمس؟ الحكايه دلوقتي انا مش مع مين، الحكايه ان انا لازم نروح المستشفى حالا عشان اطمن على تيتا. صراحة يعني انا عايزه اروح، بس خايفه يحيى يضربني هناك. حبيبتي ما تخافيش، انا معاكي. مساكي خير. الحمد لله على السلامه يا بنتي. آه يا سلمى، انتوا في المستشفى؟ طمنيني تيتا عامله ايه؟ وعماد شافها؟ هو لسه عندك؟ طب احنا جايين حالا، قولي لي يحيى عندك؟ انا جايبه مريم معايا، قولي له ما يعليش صوته ولا يفتح بقه بكلمه طول ما احنا في المستشفى. ماشي؟ يلا باي. هشام يلا بينا. لا انا هدخل انام عشان ما نمشي بقى يومين. بعد اذنكم. عندك حق، اليوم ده كان صعب قوي. عن اذنكم. اتفضلي يا بنتي. شمس انا خايفه.
صباح، سلامتك يا صباح. ايه اللي حصل؟ اللي حصل طمنيني عليكي. الحمد لله الحمد لله. ما تخافيش يا بنتي ما تخافيش كده يا مريم. سامحيني يا تيتا. هي جايه تعتذر لك. معلش يا تيتا ما تزعليش مني، حقك عليا. طمنيني حبيت اللي حصل. طمنيني، الدكتور هيبقى يقول لك كل حاجه. اتفضل يا دكتور. شمس انا عايزه اتكلم معاكي لوحدنا. طيب يلا يا حي. يلا يا مريم يلا. اسمعيني كويس يا بنتي، العيال دول ملهمش غيري، وانا زي ما انت شايفه صحتي في النازل، مش هستأمن حد غيرك عليهم يا شمس. اقعدي معاهم يا حبيبتي لو جرالي حاجه، خليكي معاهم يا شمس، مش هعمل لحد غيرك يا بنتي. ارجوكي ما تقوليش كده ما تقوليش كده، ربنا يخليكي ليا. ابوس ايدي، انا ما بقدرش استحمل انك تقولي كده، ارجوكي. اوعديني يا بنتي اوعديني اوعديني ما تسيبيهمش يا شمس. اوعديني يا بنتي، انت بنتي زيهم يا حبيبتي. اوعدك اوعدك يا ماما اوعدك، مش هسيبهم. كتر خيرك يا عينيا. تعالى ورا براحة تتحامي في الناس في بيوتها، والله العظيم لو وحيد. بس يا يحيى بالراحة الحسبوطة. بس يا يحيى اوعى تمد ايدك على حد من اخواتك البنات تاني، انت فاهم؟ يا قبل شمس اللي اديتها فيه بشبابها. يا سلام، والاسم اللي راح جابتك منه ده كان نيه كبير يا عائل. نفس شبابها برضه. مست شمس اهلا اهلا. يا خرام يا خرام، انت جمال ده شبرا كلها نورت. اهلا وسهلا. تعالي تعالي تعالي، ايه
الجمال ده. انت عارفة اخر مرة شفتك امتى؟ رمضان اللي قبل اللي فات. كنت جاية تفطري هنا مع جوز حضرتك. اه مظبوط صح. ازيك يا ست بدرية عاملة ايه؟ بسم الله ما شاء الله. فاكرة اسمي؟ اه طبعا. انت صباح على طول بنجيب سيرتك دايما بالخير. صباح دي عشرة عمر. من يوم ما جيت هنا ما تفرقناش ولا يوم. هي عاملة ايه؟ والله تعبانة. انا عايزه ازورها بس مش عارفه سكه المستشفى. انا ممكن بكره وانا نازله اخبط عليكي ونروح مع بعض. وانت قاعده هنا هتباتي؟ يعني هقعد هنا كام يوم عشان اخد بالي من الولاد لغايه ما اطمن عليها هي وتطلع بالسلام. لا ما تاخذنيش بقى. مش هتقدري على العيال. العيال عيالهم فلت. دي هي عين الله رب يجيبها بالسلامه يا رب وتقوم بالسلامه. ما كانتش قادره عليهم. شفتي البت مريم واللي عملته؟ دي طفشت. حد يعمل كده؟ مش قلة أدب دي؟ ولا الواد يحيى اللي كانت العيبة ما تطلعش من بقه كبر علينا وبقى يهب في عمه ربيع؟ يصدقي كده؟ لا طبعا ما يصحش. بس عارفة الولاد في الوقت ده بيبقوا متمردين يعني في السن ده. التمرد ده بيبقى فيه حاجات وحشة وحاجات كويسة. ما أنا عندي اتنين آية وكريم. مش كريم ولد؟ ما يجيبش عن البيت ويتأخر إلا لما بقى عارفة واخد إذن وبيقول لي على كل حاجة. ما شاء الله ربنا يخليهولك. يخليك. وانتي هتنامي هنا؟ ازاي؟ ده انتي واخده على البراح والهوا والخضره والوسع. الحيطان هنا يا بنتي هتخنقك. وانتي مين هيخدمك بقى؟ انتي منوره والله يا ست بدري. انا اسفه ما قلتلكيش تشربي ايه. تشربي ايه؟ ايه ده اللي انتي بتقوليه؟ وانتي هتعرفي حاجه في المطبخ ده؟ ولا هتعرفي مكان السكر ولا الشاي ولا اي حاجه؟ ده واجب علينا. انا هقوم اعمل كوبايتين شاي نيجي نشربهم ونقعد نتكلم. انتي القعده معاكي جميله. الله يخليك. يا خبر هعمل ايه بس دلوقتي؟ يا ربي انا تعبانه وعايزه انام مش قادره. ده باين ان الشاي خلص. انا هنزل اجيب شويه شاي من عندي واجي نعمله. ما تتعبيش نفسك والله. لا مش هتاخر على طول يا اختي. اسم الله جميل حبيبتي. منوره. هشرب شاي. مش عايزه اشرب شاي. خاله أيوة. هاي خاله. صباح الخير. أخبارك إيه؟ الحمد لله. لا اطمن. أنا سبت المستشفى وطلعت من المستشفى على بيت صباح عشان أبقى مع الولاد. خاله صدقني مش هينفع. أنا لازم أفضل معاهم بس لغاية ما نطمن عليها إن شاء الله. معلش يا خالو. طيب انا ممكن بس استاذن حضرتك لو ابعت اسره اشرف السواق ياخدوا الشنط بتاعتي؟ معلش يا خالو. ميرسي قوي. اوكي ميرسي يا خالو. ما تحرمش. ميرسي. حاج والله العظيم ما قلت لك انا مش ذنبي حاجه. وعمدا انا قلت لحضرتك قبل كده عايز تخصمهم مرتب الفلوس اللي اتسرقت انا ما عنديش مانع. طب ما نعمل ايه يا حاج ما انت شايف. شكرا. والله العظيم يا حاج الزباين داخله طالعه عليا واللي يقول لي شغال لي جهاز واللي شغال لي دراع. ده انا اسرع مكانهم يا حاج. السلام عليكم. مسا حبيبنا. ان شاء الله مش هيحصل تاني يا حاج. حاضر. يا اخوش حبيبنا. لا زباين يا حاج. ماشي حاضر. مع السلامة. وعليكم السلام. كلم مين؟ كلم المحل يا عم هيخصموا مرتب. ايه؟ جايين كده واقفين ليه ما تقعدوا تلعبوا؟ قبل ما نقعد يابا في مصلحة على الطاير لازم ندي فيها الاوكي. من أجل المجال اسمع الكلام. صلى الله عليه وسلم فيك. عليه الصلاة والسلام. دلوقتي يابا في مصلحة في سرقة زقبوكي. لو قضيت كل واحد فينا كده هيقفش بواكي. بقول لك ايه الناس طالبانا بالاسم. اسم 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 اسم. زقبوكي؟ يعني ايه زقبوكي؟ انا مش فاهم حاجه. هم مين طالبين لنا بالاسم دول؟ انا وانت وجمبا. مكرونه يابا. مكرونه. حلو يا زميلي حلو. هذا الشبل
جاب تمامه معايا. عايز تلعب انت وهو باحترامك اتفضله، مش عايزين الباب يفوت سكسوكتك منك له. يلا بص يا عم يحيى، بس كده واحد الله كده. لا 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 الله، في مصلحه جاي لنا على الطاير، في عيال بتذيع مهرجانات من الزاويه المطريه، لو شمشمها الحوار يبقى بح كل حاجه. يا سلام، يعني هو لو كان عمل كده مع اخت واحد فيكم كانش هيبقى بح هو كمان؟ انا للاسف ما عنديش اخوات بنات. وانا اختي الوحيده يابا فرحها بعد شهر، وان شاء الله نعمل لها ليله بنت حرام، هنروح نغني لها واحد واحد يابا. يا راجل قول والله. اه والله والله العظيم بعتوني انت الاثنين كده. خلاص خلاص والله. لا خلاص بقى روق يابا، طالما ضحكت بقى صفيها والناس اللي بعديها عشان نقفش البواكي. كلمه يابا. ايه اكلمه ادي له اوكي ولا ايه؟ يجي يشتغل بس هيلوكلوك والله العظيم اخليه زومبي. يابا انا وكامبا مسيطرين ومالوحدش دعوه بحد. بقول لك ايه، الواد عظمه طريه، انت ممكن تاكله باسنانك. خلاص كلمه. كلمه يابا. الله تستنى بكره يا عيال. احنا مستناهم. يلا يا ربيع العشاء هيبرد. بقول لكم ايه، ما يتلعبوكم ما تفتحوش مواضيع تضايقوا، كفايه اللي فيه. حاضر. انت مش هتاكل ولا ايه يا بابا؟ لا يا حبيبتي هاكل اهو. عامله ايه في المذاكره؟ الحمد لله. بابا بصراحه كان في موضوع كده عايزين نتكلم معاك فيه بس كنا مترددين. موضوع ايه يا كريم؟ انت عارف يعني يا بابا في امريكا وبلاد بره الطلبه بتشتغل عادي جنب دراستها عشان لو احتاجوا حاجه يصرفوا على دراستهم. صح ولا ايه؟ اه يا بابا، ده انا حتى شفت فيلم اجنبي البطله كانت بتشتغل بيبي سيتر، يعني تقعد مع الاطفال وكده مقابل مبلغ، رغم ان اهلها ما كانوش فقراء يعني. هو انا خلاص ما بقتش قادر اصرف عليكم عشان كده بتدوروا على حلول تانية؟ لا يا بابا والله احنا مش قصدينا كده خالص، احنا انت بس فهمت غلط. لما ابقى اموت ابقوا روحوا اشتغلوا ولا روحوا حتى اشحتوا. طب بس انت عصبي كده ليه؟ عصبي ايه؟ انت مش شايف اولادك بيقولوا ايه؟ عايزين يشتغلوا عشان يصرفوا على نفسهم، خلاص ابوهم ما بقاش مال عينهم. انا عايز اعرف انتوا ناقصكوا حاجه؟ ما يقصدوش، دول هما بس عايزين يساعدوا. بقول لكم ايه؟ شغلكم ذاكرتكم، اما تاخدوا الشهادات الكبيره واشتغلوا زي ما انتوا عايزين. يا ماما لا احنا اول ولا اخر ناس هنشتغل واحنا بندرس. طب ما انت عندك سلمى ويحيى هم بيشتغلوا وبيدرسوا في نفس الوقت. اه قولوا بقى كده ان هما اللي طلعوا الموضوع في دماغكم. بابا احنا مش عيال صغيره يا بابا عشان لما نشوف الناس بتعمل حاجه نقلدهم. الفكره جت لنا واحنا جينا فتحناك فيها. خلاص خلاص انتوا تذاكروا، وإذا ناقصتكوا حاجة ولا عايزين حاجة تيجوا تقولوا لي، وتقولوا لأبوكوا، تقولوا لأبوكوا وتقولوا لي. ما تاكل يا حبيبي. سديتوا نفسي. لكن إيه؟ أنا مش قايلة لكم ما تفتحوش مواضيع تضايقوا. تو إيه؟ طب اشمعنى يعني يا سلمى انا اللي هفضل محبوسه كده اهو في البيت؟ انت حد حبسك ولا كلمك يا اوفر انت؟ ايوه ما انا برجع وبنزل بحرس زي المساجين كده بالظبط. والله العظيم معاها حق، ده انت سهتيني وخرجتي من غير ما احس بيكي. انت اللي زيك يا مريم مش محتاج حرس، انت اللي زيك لازم يتحط في كلبشات لحد ما يرجع البيت. يا سلام، طب اشمعنى انت خارجه يعني يا سلمى؟ انا زهقت كل واحد بينزل وبيرجع وانا بفضل قاعده في مكاني كده اهو. يا حبيبتي انا نازله وراجعه على طول، رايحه اشيل كام ساعه من شيفت بالليل عشان زميلي اللي لبسته شفت الصبح، لازم يروح يتغدى وينام شويه ويرجع يستلم مني تاني، مش خارجه اهرب يعني. طب دلوقتي يا سلمى انا مخنوقه اتخنقت مش قادره خلاص، ممكن تاخديني معاكي؟ انا حاسه ان انا لو فضلت هنا هطق. اسمع من بقك ربنا، يا رب يا مريم تتخنقي وتطقي عشان نخلص منك يا رب. طب والنبي يا سلمى خديني معاكي. عايزه تهربي من الصيدليه يا لئيمه بعدك. والمصحف ما ههرب، والنبي خذيني معاكي يا سلمى، هلبس في ثانية والله. أيوة يا بنتي. الشنط وصلت ولا لسه؟ أنا متشكرة جدا، كل الشنط وصلت. طيب الحمد لله. على فكرة إحنا ما لحقناش نشبع منك. جيتي من السفر على طول على 6 صباح. الحمد لله، أنا خلاص خدت على الكوارث. طب بصي بقى. شوف أنتِ هتبقي فاضية إمتى عشان تيجي، لأن مرات خالك موضبه لك الباميه اللي انت بتحبيها. ربنا يخليكوا ليا، المشكله بس انا مش عارفه اتحرك من هنا عشان خاطر لازم اخد بالي من الولاد. بس طنط وحشتني جدا، بوسها لي قوي، لانا وحشتني، وطبخها وحشني موت. حاضر هقول لها. حاضر. انت بقى اللي لازم تجي لي. اه هشام عارف العنوان؟
هو هشام عندك؟ اه هشام اه موجود. خد يا ابني، خد يا ابني، كلم بنت عمتك. ايوه. هاي هشام، ازيك؟ انت فين؟ كلمتك اكتر من 3 مرات وعلى طول تليفونك مشغول. معلش التليفون كان صوته واطي، ما كنتش سامعه. ايه كنت عايزين احل لك مشكله كالعاده ولا في ايه؟ ايه ده، هو في ايه؟ انت بتتكلم كده ليه؟ مالك؟ على فكره انا بكلمك اطمن عليك، مش عشان اطلب منك حاجه. وصدقني مش هطلبك تاني. باي باي باي. لو اتكلمت تاني ما تديهاليش. انت قفل وستين قفل. يلا يا شمس قومي قومي. ربنا يخليك لي يا بابا. حشكي يا بابا.